رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى جه ميعادنا مع فقرة الكرة العالمية، وهيكون لينا أكيد كلام كتير عن دوري أبطال أوروبا، خصوصا مع بداية مواجهات الجولة الرابعة من دوري الأبطال النهاردة. يمكن اتكلمنا عنها في بداية البرنامج. النهاردة يوم مليء بالمواجهات الهامة جدا، وهنتكلم بقى بالتفصيل والتحليل الفني للفرق الأربعة صاحبة العلامة الكاملة في الجولات الثلاثة اللي فاتت. ده طبعا هيكون كله مع الأستاذة منى عمر الناقدة الرياضية. منورانا ومشرفانا يا منى. ميرسي يا مريم، صباح الخير عليك. صباح النور عليكي. صباح جايين لك منطقتك اهو. كرة القدم العالمية. صباح الخير يا كريم. منطقتك صباح العسل، منورانا. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ اه زي الفل. زي ما مريم كانت بتقول، النهارده بداية الجولة الرابعة من دوري الأبطال. فقبل ما ندخل في تفاصيل لقاءات النهارده بصفة خاصة والجولة الرابعة بشكل عام، رؤيتك كده شفتي ايه من خلالهم؟ بس خلينا نقول طيب شويه ارقام كده سريعه عن الاجمالي كده الثلاث جولات اللي فاتت، او اللي حصل في الثلاث جولات اللي فاتت. احنا عندنا في 8 فرق هم حققوا، او مش 8 فرق ما خسروش ولا مباراه، منهم 4 حققوا العلامه الكامله. زي ما انت ما قلت يا مريم في بدايه الانترو بتاعتك، انه في عندنا 4 فرق هي حققت العلامه الكامله بس، اللي هم طبعا برشلونه، مانشستر سيتي، وريال مدريد، وبايرن ميونخ. نزود عليهم 4 كمان، الاربعه كمان دول هم ما حققوش العلامه الكامله بس هم ما خسروش ولا مباراه لحد دلوقتي. حصل تعادلات معاهم لانس، معاهم انتر ميلان، معاهم اتلتيكو مدريد، ومعاهم ريال سوسيداد. فكده اجمالا عندك 8 فرق لحد دلوقتي ما خسرتش ولا مباراه في الثلاث جولات اللي فاتت. لما تيجي تبص بقى على اقوى هجوم واقوى دفاع، اقوى هجوم هتلاقي عندك بايرن ميونخ، وهتلاقي مانشستر سيتي او يعني الفرق بتاعتهم، اللعيبه بتاعتهم سجلت 9 اهداف لحد دلوقتي. اقوى دفاع، ويمكن هي دي ممكن تبقى غريبه شويه على البعض، يعني هنلاقي برشلونه اقوى دفاع، وهنلاقي ريال سوسيداد اقوى دفاع بالتساوي. هما الاثنين ما دخلش في مرماهم غير هدف واحد بس. والله وجينا لليوم اللي بقينا بنستغرب فيه ان برشلونه عندهم اقوى دفاع. رجعت ليالي برشلونه. فدي دي دي اطلاله سريعه كده على الثلاث جولات اللي فاتت. النهارده في في انديه عندها فرصه ان هي تضمن خلاص المركز، او تضمن التاهل لدور ثمن النهائي. عندنا برشلونه، وعندنا مانشستر سيتي طبعا، وفي هيبقى في بكره هيبقى في بايرن، وهيبقى في ريال مدريد. ماتش النهارده هيبقى تقطيع بالنسبه لمين؟ للفرقتين. بالنسبه للفرقتين هيبقى، وخصوصا بالنسبه لبرشلونه، ان هو حابب ان هو اكيد يعني يضمن بقى التاهل لتمن النهائي طبعا، بعد غياب كام سنه يعني طبعا. متواصله بالظبط. فالمفروض انه يعني النهارده لو قدر ان هو يكسب شختار، فالمفروض ان هو كده هيضمن تاهله لدور تمن النهائي. نفس الوضع لمانشستر سيتي، هيقابل يانج بويز، وهيقابله على ارضه في ملعب الاتحاد، وكان كسب الذهاب بره ارضه 3-1. اعتقد مباراه هتبقى سهله بالنسبه لمانشستر سيتي. واي فريق عنده فرصه ان هو في الجوله دي ان هو يحقق الغرض ويتاهل لدور الثمن النهائي، ده هيريحه في الجولتين الرابعه والخامسه والسادسه، لانه كمان ده هيخليه يقدر ان هو يركز محليا على حسب بقى وضع كل نادي في الجدول ترتيب الدوري اللي يخصه يعني. وممكن هتلاقي الجولتين اللي هي الخامسه والسادسه، لو الفريق اصلا كان ضمن التاهل للدور المقبل، هتلاقي ممكن بيلعب بالسكند تيم او بعناصر احتياطيه كتير يعني. طب لو هنتكلم بالتفصيل شويه من عن بايرن ميونخ، يمكن احنا شفنا في الجولات اللي فاتت، شفنا ان هو حقق 3 انتصارات، 9 اهداف، تلقى 5، يمكن متصدر المجموعه. لو هنتكلم اكتر فنيا عن الفريق، تقييمك ليه في خلال اللي فات، وممكن يحقق ايه كمان في اللي جاي لو مشي على نفس المستوى ده؟ يعني بدون شك مباراه بايرن مع جلاتا سراي، لما تيجي هتبصي للكفتين اكيد هتبقى كفه بايرن ميونخ هي الاقوى، وبنسبه كبيره هو اللي هيحسم التاهل. واعتقد هيبقى بالعلامه الكامله عادي، ما فيش مشكله كمان في يعني لو كسب المباراه، فهيبقى 4 جولات هو محقق فيهم العلامه الكامله، وهيقدر ان هو يحسم التاهل للدور المقبل. وضع بايرن هو مش يعني
هو احنا متعودين اصلا من بايرن في المواسم الاخيره على غزاره الاهداف. بنشوفه بيلعب مع فرق بيكسب 8 بيكسب 6 بيكسب 4، ده معتاد بالنسبه لنا على بالنسبه لبايرن ميونخ. كمان هم دعموا الفريق السيزون ده بهاري كين، يعني شفناه هاتريك في مباراه الكلاسيكو مع دورتموند اللي كسبوا فيها طبعا 4-0، فده مش غريب على بايرن ميونخ. يمكن نقطه اخرى هي اللي مأثره على وضع بايرن شويه، او هي اللي عامله في اثاره شويه في وضع الفريق، وهو المدرب توماس توخيل، خصوصا مع الخلافات اللي بنشوفها علنا وحصلت على الهواء مباشره مع بعض اساطير الفريق البافاري. هو مش قابل الانتقادات من بعض الناس او من الاخرين. هو حابب، ربما يكون حابب ان هو يقفل على الفريق اكتر، مش حابب ان هو يسمع انتقادات حتى لو هو ليه هو شخصيا، حتى لو لطريقه لعب الفريق، حتى لنتائج الفريق شخصيا. فده اللي بيخلينا نشوف ان في صدامات دايما منه مع بعض اساطير النادي يعني. بس خلينا نقول لو في الدوري الالماني بايرن ممكن يحقق اللقب. وضعه في الجدول هو تاني، باير ليفر كوزن هو اللي متصدر، الفرق ما بينهم اعتقد نقطتين، مش فرق كبير، لسه في المتناول. انت بتتكلمي دلوقتي في جوله 10 جولات 11 12 جوله في الدوري الالماني، فلسه المشوار طويل. وبالنسبه لك بايرن من الفرق اللي يعني حتى لو حصل تراجع في الاداء فهو من الفرق اللي تقدر تقوم بسرعه، ما يعني خصوصا العناصر اللي موجوده في الفريق، العناصر كلها تقيله. كنت بتتكلمي على هاري كين زي ما اتكلمنا، عوده نوير، كيميتش، كل الناس دي كلها اسماء تقيله، معاهم كمان مدرب تقيل جدا. فاعتقد وضع بايرن غير مقلق بالمره يعني. طيب مانشستر سيتي حاله استثنائيه، السنه اللي فاتت يعني شفنا ان هو فاز بكاس الاتحاد الانجليزي، فاز بالدوري الانجليزي، فاز بدوري الابطال، فده بيخلي ناس كتير قوي شايفه انه غالبا يعني مع نهايه دوري الابطال النسخه الحاليه هتكون الصدارة لمانشستر سيتي. انت تتفقي ولا عندك تحفظات؟ الصدارة بالنسبة من هم اللي هيفوزوا باللقب دوري الأبطال؟ يعني اتمنى طبعا يعني اتمنى ده الفريق الغالي، ده العزيز الغالي، شجاعه كبيره قوي يا جماعه من مانشستر. اتمنى طبعا يعني ان هو يحسم الدوري ابطال طبعا للموسم الثاني على التوالي، بس دوري ابطال غير دوري انجليزي يعني. وحتى كمان دوري الانجليزي اللي عمله جوارديولا، خلينا نكون منصفين ليه، اللي عمله جوارديولا خلال فتره تواجده مع مانشستر سيتي او في الدوري الانجليزي في السبع سنين او السبع مواسم اللي فاتت، فهو يعني ممكن نقول ان هو ممكن حاجه ما تتكررش طبعا. افتكر كويس جدا جوارديولا اول ما مسك مانشستر سيتي كان جاي من بايرن ميونخ، فاتقال له نصا ان الدوري الانجليزي مش زي الدوري الاسباني ومش زي الدوري الالماني. هو خلى الدوري الانجليزي زيه زي بقيه الدوريات الاخرى. طبعا الدوري الانجليزي صعب اللعب فيه، يعني اراء معظم المدربين، معظم اللعيبه، ان اللعب في الدوري الانجليزي مختلف تماما عن اللعب في اي دوري من الدوريات الخمسه. هو الاقوى على الاطلاق، ده حقيقي. ولكن سيطره مانشستر سيتي على الالقاب وخصوصا الدوري الانجليزي خلال فتره تواجد بيب جوارديولا على راس الاداره الفنيه، فهو نفى خالص الجمله دي. لكن الامور في دوري ابطال اوروبا مختلفه تماما، في ريال مدريد مسيطر بشكل كبير جدا على هو ايه سر الظاهره دي بالمناسبه؟ يعني دايما ريال مدريد حتى لو في الدوري مش عامل شغل قوي كما يتماشى مع اسمه وتاريخه، لكن يجي في دوري الابطال بيتحول، الموضوع بيبقى مختلف. وده شفناه مع زيدان، كان ريال مدريد كنا بنشوف تراجع في نتائجه المحليه، وفي نفس الوقت كنا بنلاقيه بيتوج ببطوله دوري ابطال اوروبا نهايه السيزون يعني. فبالظبط، فهي دي بطوله ريال مدريد المفضله بغض النظر عن مستواه ايه محليا، وممكن يكون مستواه العام في السيزون مفيش نجوم، مفيش اسماء، مفيش الفريق مش تقيل، وتشوف النتائج المحليه تلاقي فيها تراجع كبير، لكن بتلاقيه في دوري ابطال اوروبا شخصيه تانية خالص، بتلاقيه فريق تاني خالص، بيبقى الوضع مختلف تماما يعني. فلا، بالنسبه لمانشستر سيتي اكيد الامر هيبقى صعب جدا، مش سهل خالص ان انت تاخد البطوله للموسم الثاني على التوالي. انت بتلعب كحامل البطوله، بالنسبه لك دور المجموعات بيبقى محسوم بنسبه كبيره ان انت متاهل، لكن الصدمات اللي بعد كده لا مش هتبقى سهله بكل تاكيد. طب مباراه النهارده يا منى شايفاها ازاي قدام يونج بويز السويسري؟
الرؤية الفنية للفريقين، والنهاردة ممكن المباراة شايفة إيه الأمثل ليها، سواء على مستوى التشكيل على مستوى السكواد، يعني كل حاجة شايفة النهاردة المباراة إزاي؟ بصي بالحسابات الطبيعية خالص مانشستر سيتي أكيد هيفوز على يانج بويز، هيلعب المباراة في ملعبه زي ما قلنا، كسب الذهاب بره أرضه 3-1، أنت متصدر المجموعة بتاعتك، عندك فرصة أن أنت تحسم تحسم التأهل للدور ثمن النهائي، وتلعب الجولتين الخامسة والسادسة زي ما احنا ما قلنا هيلعب بالسكند تيم يعني، أو مش بالعناصر الأساسية، لأن خدي بالك مانشستر سيتي الفترة اللي جاية عنده مباريات صعبة جدا ورا بعض، عنده تشيلسي في ليفربول في الدوري الانجليزي، معاهم لايبزيج بعدها في دوري ابطال اوروبا، بعد كده صدام مع توتنهام. فاربع مباريات مش هيبقوا سهلين جدا، فهو اكيد بيب جوارديولا او الفريق اكيد حابين ان هم يحسموا التاهل النهارده، بحيث ان هو يركز محليا الثلاث مباريات، تشيلسي في ليفربول وراهم توتنهام في الدوري الانجليزي، الموضوع هيبقى بالنسبه له مش سهل، خصوصا ان انت في صراع ما بينك وما بين توتنهام دلوقتي على صداره الدوري الانجليزي. احنا شايفين كنا شايفين الاسبوع اللي فات او الجوله اللي فاتت او الجولتين اللي فاتوا توتنهام كان هو متصدر الترتيب، فجاه كده تعثر مانشستر سيتي، تعثر ارسنال، لقينا توتنهام هو في صدار الجدول ترتيب الدوري الانجليزي، ولولا خسرته امبارح قدام تشيلسي 4-1 كان هيرجع تاني للصداره، وكان هيعزز صدارته تاني، لكن خسارته طبعا خلت سيتي هو المتصدر بفرق. برضه على ذكر مانشستر سيتي، تعالي نقف شويه عند هذه الظاهره الكونيه العجيبه اللي اسمها هالاند، وفكره ان هو تعرض للاصابه يعني مؤخرا، وعايزين نعرف هل في فرصه في رايك ان هو يلحق بمباراه النهارده ولا لا، وفكره ان هالاند مصاب فكره عجيبه اصلا، الموضوع تحسيه غير قابل للاصابه، مش بني ادم والله العظيم بني ادم. طبعا هو في المباراه الاخيره هو المدرب حب ان هو ما يكملش مباراه قوي، يخرجه منها لانه هو خاف انه مثلا تتفاقم الاصابه، لو الامور كانت بسيطه شويه خاف الامور تتفاقم يعني. جوارديولا اتسال تحديدا امبارح فعلا عن مشاركه هالاند هتحصل او لا، هو ما اجابش اجابه واضحه، ما اجابش اجابه واضحه، قال احنا هنتدرب النهارده وهنشوف، وقال ان هو تواصل مع الطبيب وتواصل مع هالاند، وقال ان هو حالته افضل من قبلها يعني، او من يوم المباراه، لكن هو ما حسمش لحد او في المؤتمر الصحفي يعني ما حسمش هتبقى مشاركته بنسبه 100% يعني. طيب برشلونه بقى يا منى، يمكن احنا هننتقل معاكي من نادي لنادي، برشلونه برضو محقق العلامه الكامله في دوري الابطال، يمكن 8 اهداف يعني، برضو شايفين اداء خلاه يتصدر المجموعه الثامنه، شايفه ازاي تقييمك فنيا للفريق، والمشوار مع دوري ابطال اوروبا ممكن يبقى ازاي؟ برضو برشلونة من الفرق اللي هي عندها فرصة ان هي تحسم التأهل لدور ثمن النهائي في جولة الرابعة، لان هو من الفرق احنا قلنا اللي هي حققت العلامة الكاملة لحد دلوقتي او في الثلاث جولات اللي فاتت، هو ما خسرش ولا مباراة، ما تعادلش، هو كسب الثلاث مباريات. فبالتالي مواجهته قدام شختار النهاردة او يعني هو هيلعب النهاردة، المواجهة النهاردة هي مش تبقى سهلة، خصوصا ان ماتش الذهاب برشلونه يعني فاز بشق الانفس زي ما بنقول كده 2-1، فمباراه النهارده مش هتبقى سهله بالنسبه له خالص، لكن هو عنده ستيل هو عنده الفرصه زي ما قلنا من شويه، انه يعني المجموعه اللي فيها برشلونه السيزون ده خلينا منصفين برده، هي مدياله برده الاريحيه ان هو يتاهل، ما تاهلش اول الاول يتاهل تاني، مش زي ما كنا بنشوف برده السنوات اللي قبل كده، وكان دايما حظه بيقع مع بايرن ميونخ والذكرى الاليمه 8-2 في المباراه الشهيره يعني، فكانت الموضوع بالنسبه له تحول الى عقده يعني، فالسيزون ده اعتقد برشلونه اسهل جدا، اسهل بكتير، عنده مش عنده فرصه واحده، لا عنده اكتر من فرصه ان هو يقدر يحسم تاهله. السؤال بس هيبقى في اللي بعد كده، هل برشلونه بقى هيستمر على ده، ولا برده ممكن على حسب قوه الصدمات او قوه الفرق اللي هيقابلها في الادوار الاقصائيه هتبقى عامله ازاي يعني. هو انت يا منى لما بتقعدي تتفرجي على ماتشات سواء دوري الابطال او الدوريات الاوروبيه بشكل عام، بتقعدي تتفرجي وتستمتعي
ولا بتبقى عينك رايحه لكل التفاصيل وبتكتبي عندك ملاحظات وبتفندي وبتفصصي الماتش؟ بص يعني نسبه الاستمتاع في حالتك انت في وسط. هقول لك بصراحه، هي نسبه الاستمتاع ما بتبقاش كبير. مش كده برضه؟ اكيد ربنا يعني. تحليلات شغاله نسبه الاستمتاع ما بتبقاش قد كده، بس ممكن بعد كده بقى يعني بعد المباراه ما بتنتهي، انت ممكن بقى بتتفرج على هايلايتس، بتتفرج عليها بقى ايه بمزاج يعني. مشاغبك اصلا بكره القدم ابتدى معاكي من امتى؟ لا ده من زمان قوي يعني، انا من زمان قوي، من ثانوي كده، وكان سبب اصلا انا ادخل كليتي مجال صحافه يعني عشان كده. طيب ريال مدريد وبرشلونه قصه لن تنتهي يعني، فشايفه ازاي المنافسه بينهم بقى في الدوري الاسباني؟ زي ما انت ما قلتي، هي مش هتنتهي، الصراع ما بينهم دايما هيفضل مستمر، حتى بغياب ميسي، حتى بغياب كريستيانو رونالدو برضو بنقعد نستنى كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه. بس اتلتيكو بيحاول يعني ايه يحجر معاهم، يدخل في النص كده. جيرونا كمان صحيح عامل انطلاقه طبعا. عظيمه جدا جدا يعني، نتمنى ان نكرر معجزه ليستر سيتي في الدوري الانجليزي ونشوف جيرونا بيتوج بالدوري الاسباني، عاملين انطلاقه مثاليه هي الحقيقة. هو متصدر الدوري الأسباني دلوقتي بعد طبعا تعثر ريال مدريد في آخر مباراة. هرجع لك تاني يا مريم على مباراة الكلاسيكو الأخيرة، طبعا كلنا اتفرجنا عليها، كان برشلونة كان متقدم وبعد كده ريال مدريد قدر ان هو يحسم المباراة 2-1 طبعا عن طريق جود بلينجهام، وده يعني كريستيانو رونالدو الجديد لريال مدريد ده حقيقي يعني. بلينجهام برضو من المواهب الكرويه الشابه المذهله الحقيقه. اعتقد كمان الفتره الجايه هيبقى في صراع ومنافسه كبيره جدا ما بينه وبين هالاند، ما بين صراع ومنافسه. مضطرين ان احنا نقطعك، نخرج فاصل ونرجع على طول. فاصل سريع ونعود لكم على طول. اهلا بكل حضراتكم من جديد، لسه حوارنا مستمر ودردشتنا ما زالت قائمه مع منى عمر الناقده الرياضيه اللي منورانا في حلقتنا النهارده. واحنا في الفاصل سرحت كده في حاجه خارج السياق تماما، بس قلت عايزه يعني اسالك السؤال ده بحكم ان انت طبعا يعني ضربه غطس في كل الدوريات الاوروبيه بكل تفاصيلها. لو قارنا انجازه المقارنه بين الدوري المحلي بتاعنا وبين الدوريات الاوروبيه كل بتفاصيله بلعبته باحداثه بحاجات زي كده، احنا فين من الناس دي؟ مقارنه لا تجوز. ليه كده؟ سألت السؤال ده والله خطرني على بالي. ينفع خطرني على بالي وقلت ينفع ما جاوبتش؟ ينفع ما جاوبتش؟ مين هتجاوبني على السؤال ده احسن من اللي شايفه ويعني ومتابعه كل الدوريات؟ ايه اللي بيدينا خصوصيه واختلاف؟ احنا بعاد قوي. ليه؟ بعاد عشان ايه؟ ايه اللي ناقصنا؟ لا انت ناقصك كتير جدا، من اول البنيه التحتيه، من اول ملاعب بالظبط، من اول ملاعب، من اول ناشئين زي ما مريم ما قالت، اتحادات، اتحاد كوره يعني، انتظام، موعد، جدول، اللايف ستايل نفسه، حتى نظام الاكل، نظام الرياضه، نظام كل حاجه يعني، العائلات نفسها والنشأة نفسها بتفرق في التكنيك بتاع اللعيب. عايزه اقول لك ان البعض بيتفه شويه من اللي انت بتقوليه ده وبيشوف ان هو مش مهم، مع ان هو مهم جدا. عارفه بيبان امتى بقى؟ لما تلاقي لاعب ناشئ عنده مثلا 17 18 سنه وجاله مثلا عرض احتراف اوروبي في بلجيكا مثلا او في فرنسا او او او، وطبعا مش انديه التوب، بتتكلمي في انديه درجه ثانيه ثالثه، بس فرصه زي ما احنا شفنا قبل كده لعيبه كتير كانت طلعت وهم في سن صغير وتالقوا، صح او لا؟ او بتشوفيها طبعا اصلا في المغرب، في تونس، في الجزائر. لما تيجي تلاقي بقى لاعب زي ده يجي يسافر بره، هو مش عارف يتاقلم مع الاجواء، مش عارف يتاقلم ان هو من غير اهله، مش عارف يتاقلم مع عنصر اللغه، وده مهم جدا جدا يعني. طب انت رايح مثلا نادي في فرنسا او رايح نادي في سويسرا، على الاقل المفروض تكون اللغه بتاعتك، هنتكلم في اللغه الاساسيه، هنتكلم في الانجليش. ومش عيب ان انا لو اديت لنفسي كورسز، او انا طورت نفسي، لو انا اصلا ده العمر محمد صلاح بالمناسبه بالظبط كده، لو انا طورت نفسي او انا ساعدت نفسي شويه، حتى على الاقل مش لغه البلد اللي انا رايحها بالزبط. بس على الاقل اللغه عشان اعرف اتواصل مع الناس. لازم يبقى بيرفكت بالظبط، على الاقل يكون بيعرف ان هو يتواصل، همشي يومي مباشر يعني، خلينا نقولها كده بالبلدي، همشي يومي. بتلاقي الشهر الثاني الثالث يرجع يقول لك لا اصل انا مش قادر اتعامل، واشوف اي عرض محلي في نادي في 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 منتصف الجدول، في اخر الجدول، وانا كده تمام. وزي ايه بقى مع الناشئين والاجيال الجديده في التفصيله دي؟ نغير لهم العقليه بتاعتهم وبتاعت اهاليهم كمان،
ازاي؟ ما هو هي دي البدايه بتاعتك اصلا. يعني دي المفروض ان انت بتحط بلان دي انت مش هتشوف النتائج بتاعتها كمان شهر كمان اتنين، دي هتبقى بلان على المدى المدى البعيد. تمام، هتبدا زي ما انت بتتكلم كده ان انت يعني هتغير المينتاليتي او هتغير العقليه بتاعه اللعيبه الصغيره دي، هتبدا تاقلمه على ظروف صعبه، هتبدا ان انت تطوره علميا، هتطوره مهنيا، هتطوره كرويا اخلاقيا، ودي مهمه جدا. كل ده، كل العوامل دي هي بعد كده اللي هتطلعك، مش هتطلع لك كل الناس او مش هتطلع لك كل اللعيبه، بس على الاقل هو هتطلع لك نسبه صغيره، فانت كده هتبقى بالنسبه لك انت كده حققت المطلوب. تمام، انت بتتكلم في مقارنه ما بين هنا وما بين هنا، انت عندك لحد دلوقتي مفيش عدم انتظام اصلا في جدول الدوري. بنحط جدول الدوري، تمام، مفيش مشكله خالص، بعدها بساعتين طيب في كام مباراه كده دول هيتاجلوا علشان هيحصل كذا. طب ما هو انا اصلا قريت بالظبط كده، عشان دايما احنا بنلاقي ده، دايما بيبقى في حاجات محدده وبتتغير على اخر لحظه وبتتغير قبلها كمان على طول يا منى، وبيحصل بقى مشاكل في الاجنده. دايما احنا بنتكلم ان احنا بنبقى عايزين اجندات محدده عشان الناس تعرف راسها من رجلها، بس دايما بيحصل عكس ده. طيب هو انت بره، هم بيبقى عندهم اجنده فيفا، مش هي بتبقى محدده؟ طيب مش هم بيبقى عندهم مواعيد دوري ابطال اوروبا، هي بتبقى محدده وبتبقى من اول سيزون معاك؟ المواعيد بتبقى امتى؟ التصفيات هتبقى امتى؟ البلاي اوفس هتبقى امتى؟ المجموعات هتتلعب امتى؟ كل مجموعه وبيديك مثلا من يومين، يعني ما بين يومين مثلا من 13 ل 15 كل نادي هيحدد مثلا هو هيلعب في اي يوم. كل ده بيبقى محدد، بتلاقي جدول المسابقه عندك محدد، مواعيد المباريات الكاس، هما بيلعبوا كمان اتنين يعني في الدوري الانجليزي، وما بيلعبوا اتنين زي ما احنا بقينا نلعب اتنين دلوقتي، وما بيلعبوا الاف اي كاب اللي هي كاس الاتحاد، والاي اف ال اللي هي كاس الرابطه. بس احنا عندنا كاس واحد مفتوح يعني او كاسين مفتوحين على بعض. بالظبط، انت بتلعب لسه كاس السيزون اللي فات لحد النهارده في السيزون الجديد. فانت كل ده بتلاقي بقى جدول مسابقه منتظم محدد، كل نادي بيبقى عارف هو هيلعب امتى. طب ليه ده مش حاصل عندنا يا مان؟ ويعني تعالت الاصوات اللي بتطالب بهذا الامر، ولا سيما اصوات النادي الاهلي تحديدا. بص الموضوع ده بقى يعني تتكلم فيه كتير، وهتلاقي بأسباب بالظبط كده واسباب كتير جدا، وبعدين في الاخر انت ما بتطلعش بنتيجه، هي دي المشكله. اوكي، هي دي مشكله. وممكن انت لما تيجي تقعد مع مسؤول من اتحاد الكوره هو يقنعك ان هو الامور بالنسبه له ضيقه جدا، وهو يعني طب هيعمل ايه؟ يعني انت تيجي تشوفي كده مثلا، طب ما هو الراجل مثلا عنده حق، طب هو هيعمل ايه فعلا؟ طب ما الدنيا مزنوقه قوي. بس طب ما هو انا من الاول انا عندي اجنده كاف، وعندي اجنده فيفا، وعندي الدوري ابطال، مواعيد دوري ابطال افريقيا هتبقى امتى، وعندي مواعيد الكاس هتبقى امتى، وعندي مواعيد الدوري هتبقى امتى. وكل نادي يتبعت له الجدول بتاعه او يعني تعمل جدول منتظم. طب منا احنا سريعا، انا صدق. عايزه قبل ما نختم معاكي اعرف رايك في الامور اللي يعني دايما بتتناول حول صلاح، بما ان احنا جبنا سيرته بنتكلم احنا ليفربول مع نهايه السيزون، بيقولوا يعني احتمال ان ممكن يكون في تخلي عن صلاح بما انه هيبقى في صفقات جديده في الميركاتو الجديد. شايفه الواجهه ممكن تكون فين؟ استمرار صلاح مع ليفربول، دوري سعودي، دوري امريكي، شايفه ايه الافيد بالنسبه له؟ وهل شايفه ان ممكن العرض الخيالي اللي عرضه الدوري السعودي على صلاح ان هو يكرر مره ثانيه، ولا مش ممكن ان هو يكرر مره ثانيه؟ طيب سريعا، احنا من الصيف وبعد ما اتقفل الميركاتو في الدوري السعودي وكلنا قلنا خلاص الحمد لله وصلاح هيفضل بالزبط في ليفربول وهيكمل في ليفربول، 99.9 كنا عارفين ان هيحصل كلام تاني في ميركاتو يناير. واوريدي فعلا لو يعني اكيد لاحظتي الايام اللي فاتت بدا يرجع فيه كلام تاني، صلاح هيكمل في ليفربول ولا صلاح هيروح الدوري السعودي، طب هيبقى في عرض مقدم او لا، طب من اتحاد جده ولا من حد ولا من ناس تاني. كلوب فعلا بدا يتسال تاني عن صلاح سؤال اذا كان هيكمل في ليفربول او هيمشي. هو لسه من يومين اتسال بشكل مباشر برضو عن صلاح، وهو قال انه صلاح ما اتكلمش معايا، صلاح ما طلبش ان هو يمشي، ما حدش كلمني في عرض رسمي، ما فيش اي حاجه بتشير ان صلاح ممكن ما يكملش معانا في ليفربول. فلحد الى الان يعني فهو صلاح مكمل ليفربول. هيحصل ايه في يناير؟ ممكن يحصل كتير، هنستنى ونشوف ان يناير لناظره قريب زي ما بتقال. نورتينا يا منى، بشكرك على وجودك. ميرسي يا مريم، وشرفتينا يا منى. وبكده طبعا تكون خلصت حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله نلتقي بيكم مره اخرى غدا ان شاء الله.